يلا البنات بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد الكسيوه عصريه زبيونه، ديجا درنا المضيف، ديجا درناه، غير دابا غادي يكون شويه كروش على هذاك. والاضافات اللي كاينين هو اننا غنديروها شويه عريضه وغادي تجمع بواحد لاستيك كاين هنايا في الجنب. صافي سير لاستيك بالبلاستيك صافي انا يفضى الدار بالسير. شتي هاد الديفو هادشي لينا شتي صافي. عندي هنا 3 متر ديال الثوب نورمالمون نورمالمون الا جينا المعقول هاد الموديل كيز ليا 3.5، ولكن بما انها هي ضعيفه 3 متر كافيه. اول حاجه غادي نحيد، شوف البنات اول حاجه غادي نحيد حيدو 60 سنتيم صافي، حيدو 60 سنتيم ديال الكمام. انتنيتو بي على العرض وغادي نعبر شحال 60 سنتيم. الكمام هادو قالوا الكمام غير من عندك. غنحيد باش نخدم بكل اريحيه صافي. كتب لي شاط لي غنتني على 4 ونخدم عادي. هذا عدو ديال الكف. هاد الموديل البنات ما كيبيش الكرش. لا حبسي صبري صبري. هاد الموديل البنات ما كيبيش الكرش. بيتي عندك الكريشه مزوجه وداكشي ما كيبيش الكرش. وما ديال البنات الطعرب هي الطعرب. ماشي انت يا بزتك خارجه 3 كيلومتر قبل قدامك وباغا ديري هاد الموديل. لا العيال هو صراحه انا كنشوف والله كنشوف انا شي عيالات مساكن كتمشي تلبس الحوايج ديال ماشي ديال عمرها. كل واحد كاين شي حاجه اللي زويتي. لا شوفي فيا كاينين كساوي محترمين زوينين واعرين بالعكس كيبينوا المراه صغيره ويبينوا المراه زوينه ويبينوا المراه انيقه ومستوره. وكاين شي حوايج شي بحال دابا مثلا المراه قدا شنو هي ودايره التقطيعه هنايا والصدر خارج والجناب ديري كسوه عريضه ومضينايله. يلا البنات شوفوا هذا راه كخيب غادي نخدم على الظهر. هذا هو وجهو كريب روز. غادي نشد وغادي لا غادي نثني على الطول ماشي على العرض. ما نخدمش بالتشقليب حيت عندي الموديل مسدود كامل. غنثنيتو بكامل وعندي التقطيعه في الور في القدام. الكمام راه حيدناهم ها طولي ها المشعي كي كتشتوهم غنثنيتو بكامل على ياش على 4 وكندير هكا ها طفي لتحت شدي لتحت باش ياك مراج. يلا سير حتى فوق الدبلة. عندي تقطيعه برانسيس في الفوق وفي في القدام وفي الامام والخلف ضايا غنزرب عليه صافي البنات كوزو معايا رد البال لهاد البلاصه هادي ما خصهاش هذا القديمه نفس السروال مع بالقاع كي هنا في الديكال ماشي مشكل. لا ما عنديش مشكل عندي مخصص هنا ما يجينيش من ديكال قديمه واش عيبين بدينا نفصلوا ليك وبدينا نقادوا ليك وبدينا نكونوا حد كاع هنا 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 خصي خصني نشد 4 ديال الشروفه مزيان. انا عندي هنا مزيان يجي لك اللون زوين مزمز زين. هاد الطوية ديال الثوب بالضبط اشنو هما الاكراهات اللي كيخلوك انك ويلي ويلي على الفصح اشنو هما الاكراهات اللي يخلوك انك ما ديريش هاد الطوية هادي. برافو الا كانت لا الغول ما عنده علاقه الا كانت المراه طويله علاش حيت هاد الطول ديال الكليان شحال فيك بنيتي انت مترو 40 مترو 50 يعني مزيان شعاب حافظ على بالك. يلا شنو انا غنفصل كنت عطيني عباس يعني تحملي مسؤوليتي كيف كون. اول حاجه غنقادو به مزيان تيبان هذا القري. عندي تقطيعه برانسيس باغا ديري شي نفخه في الكتاف لا الكم فيه البليات ما يعطيش البليات بزاف ماشي مشكل يجي عارض صافي. غادي ندخل عندي لها 7 بركه عليها عندي لها 8 كاع 8 وغادي نهبط بزوج وغادي نقور قريبه ليا بحال الكتف 40 نقص 2 نقص 2 نقص 2
لك 40 هنا بنتي ما عرفتش عندي لا 18 عندها 39 غنقص ليها واحد ولا جوج عندي لا 18 18 مزيانه وغنهبط ليها بثلاثة وغنطيح ليها الكتف شحال عندك في ارتفاع الامام 39 عندها في ارتفاع الامام 39 نعاود نجي لهنا ونعبر 39 كورساج عادي ها 39 صافي جبنا الجدات شاد ديال الكورساج هنا هما الجدات انتي حبيبي جدار الكورساج انتي من المحاربين القدامى هبط سعود وثلاثين غنحط على دورة الصدر مقسمة على 4 زائد 1 شحال عندك 25 5 25 زائد 1 الخياطة زائد 2 ديال الخياطة 26 شحال 27 شحال عندك 25 26 زائد 2 عندها 25 زائد 3 فيها واحد ديال الخياطة لي نورمالمون غادي تزاد هنا فيها 2 ديال القطعة يعني 25 26 27 28 حنا غنحطو 28 عرفتوها منين جات ولكن خاصها شي شويه ديال العرض اللي تلقى ما تجمع صافي تلقى ما تجمع بحال قلتي هي مسلفها كبيره عليها وتناتها حنا غادي نديروها على فاش هادوك السيور هما اللي تحكموا ليها فاش تحكموا هادي راه تخيط مسيتي امك تلبسيها انت السيور امك غليظه تلبسها مثلا وحده غليظه بلا سيور وتلبسها هي بالسيور صافي غنزيد لها انا واحد شويه مثلا ديك جوج سنتيم صافي غير باش منين تعقد تلقى ما تعقد يعني المجموع كامل درت لها 32 درت لها 31 فهمتوا القاعده كيفاش كنتو نتوما ما بغيتوش ديروا لي هذاك السيور راه كديروا ثلاثه شحال درت 31 غنعاود نجي للفوق وندير 31 رحمك الله وغندي هذه النقطه عند هذه شحال عندها في كتافها اصليا 19 النص ديال الكتاف عندها 19 صافي زائد 2 21 ملي جبت ديك 2 واحد ديال الخياطه واحد زدتو لها على الكتف حيت البنيه ضعيفه ما غليظاش عندها 19 عندها 19 ياك نورمالمون التركيز اش كنديرو كنديرو الكتاف مقسومين على 2 زائد 2 لينا حنا اكس اي البنيه ما غليظاش غندير ليها الكتاف مقسومين على 2 زائد 1 يعني هي عندها 19 زائد 1 هي 20 زائد 1 ديال التقطيعه هي 21 شحال قلنا 21 وغادي ندير المستطيل ديالي كيف ما كندير ديما وغنطلع بخمسة نخرج بخمسة وغنقور راه كاينين معلومات وسط معلومات البنات ردوا البال سنتراج ما غنديروش ليها علاش كاينين السيور غادي نجي لهنا غنهبط 15 نعاود نجي لهنا غنهبط ب 15 شحال عندك الحوض 27 زائد شحال زائد 3 مزيان زائد 2 ديال العرض 27 22 23 30 نخدموا ليها ب 33 ولا 2 ندير لها 33 باش تلقى ما تجمع وغندير النقطه من عند هاد وغندير لها هاد العرض كملوا اللي عندها شحال كتلبسي في الطول متر 40 متر 40 يعني غندير لك متر ونص هو هذاك مرة استرس متر ونص صافي هكذاك باش تجيها زوينة وعريضة وشي حاجة خيشيك غادي نجي لهنا وغندي من هنا شدي ليا اش فراسكم انا هي وين خصكم تبداو تكتبوا سمايتكم هنا باش نحفظهم دابا حتى لخرت العام عليه غنحفظ سمايتكم سير دابا انا كنحط لها سميت ديال المشاغبات حاجه مزيان مزيان يلا غادي نجي باش انا نطلع عليها الجناب نشوفوا هنا عندي العرض بزاف راه الجناب غيزيد يطلع حتى يديك فاطمه هنا ها واحد وغادي نجي لعند الطول اللي انا عندي انا باغا نطلع عليها الجناب بطريقه اللي ديال القرايه بطريقه صحيحه درنا ميترونس هاد ميترونس غتبدا تطلع ونبقى نطلع معاها تانا هاد
درتي لها كلشي ديال درت لها العرض كامل هادشي كلوش كريمه شحال شحال ديك طلعه شحال طلعه 10 حيت عرفتي علاش 10 حيت عندنا في العرض عندنا 61 61 اللي عندي في العرض ديما كنقولها لكم باش ما كانت طلع بزاف باش ما كتسمع ايوا قبل ما غنقطع نسينا القطعه القطعه حاولوا عطوني شي طباشير يكون مغير البنات كنحاول بالنسبه لبنات القطعه غادي نحاول انني ما نديرهاش في النص غادي نديرها عند هاد خمسه مزيانه صافي عند هاد خمسه مزيانه وغادي نجي لهنا وغندخل لواحد العبار هنا وسيروا دخلوا ليا فيه هنا وقفي يا فاطمه ما تشديش لها وجهها غنجي من الحلامه للحلامه ها عندها شحال عندها 19 صافي عندها 19 هاد 19 غنقسمها على جوج عطاتني 9 دونس 9 بارك عليها عندي لها 9 غندخل بها صافي وغنجي لهنا وغنعاود ندخل بتسعود وغنجي لهنا وغنعاود ندخل بتسعود ندير كاع هنا ندير كاع هنا هنا 10 هنا خاصه المسطره صراحه شدينا فاطمه كاينه بلا مسطره بلاش 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 الطباشير اللي ما عطاوهش اش كاري ديال البيض طباشير فيه نشوف ناشف بالنسبه للتقطيعات البنات حاولوا ردوا معاهم البال كيبغوا شويه يكون داكشي هو هذاك حيت من عند بيت خيطه غتعذبك بحال الجناب وغنجي لهنا شوفوا كي غندور ها سيرو ديروا لي دوك الدورات ديال المقاتلات شوي وشوفه وغادي نخرج غنخرج كندور شوي ماشي بزاف الا درتي بزاف راه ملي تبي تخيطيها غيجيك الديفو هنا وكنخرج بواحد شويه شحال لنا واحد شويه غنخرج جوج سنتيم ولا واحد انا غنخرج بجوج علاش حيت ملي كنبين نقور ملي كتقوري هاد التقطيعه وكتبي ترديها لبلاصتها ملي كتجي ترديها ديال هذا كتلقاي واحد صغير كتلقايه صغير كتلقايه ناقص صافي كتخرجي بجوج سنتيم شوف هاد جوج سنتيم كي غندير ليها غادي نحاول ندخلها نلصقها معاها التركيز هذا صافي ها شتي هنا راه ما هنا راه ما ما هذا هنا راه والو ما فيها والو استني نرد هذا عادي خرج بجوج سنتيم وحاولت دخلتها مع التركيز وغادي نقطع ويبدا يقطع بالكتاف ديرو نص الكتاف النص في الكتاف النص في الكتاف النص في الكتاف حاولي طلعي طلعي الكتف واحد سنتيم جيت جيت لعندك باش ما تجيكش تقطيع هربانة الكتف فهمتوا ديك اللعيبة ديروها ضروري البنات ومني كان بين قطاع راه كاينين قواعد ديال القطيع ما كنهش شتو من الطبلة كيكونوا عندي الثقالات بحال دوك الحشرات دابا حنا اللي كيدوروا عندنا هنا راه داك هو الدور ديالهم غادي نحاول انني نفصل البياسه كامله على بعضياتها من بعد غادي نقطع التقطيعه الوسطانيه هنا دخلت لها بثمانيه ياك فاطمه اش غديري لها في الجناب اش منسير ديال عنيت منا يلا غنحبس صافي وغادي نجي لهنا وندير ليه بحال هكذا عاد اخويا بسرك يلا ملي غنبدا القطيع من هنا باش لتحت غادي نخلي جوج حيز الزين نجيب شويه البنات ياك هادي كنأكد عليكم ما تقطعوهاش دايره وهنا ما تفلاوش في القطيع سيروا بشويه وسيري ديريكت
باش ما تلقيش في تقطعها من الفوق حتى لتحت. من الفوق حتى لتحت كتقطعي اللور والقدام في خطره وحده. هي لقطيه سيرو شويه هذه لتحت كنخليها شويه. هي اللي غادي ديري فيها السير. دابا هاد القطعه هادي غندخل فيها السير عادي. شوف هاد البنات في بلاصه السير غتعلم السير وغادي تسموه. راه كاينين فاطمه خيوط. سيري سير سير حيد حيد هذاك. كاينين خيوط كيتباعوا صافي. شوف غنحبس صافي. كاين الخيوط كيتباعوا احسن ليك من السير. خيوط واعرين خديهم في. شوف هاد البنات ها ها دابا هذا ملي غنبين خيطو ها. يا سلام كل واحد لاصقين فيه. شو دير بحال دوك اسمو القديدات. غتشدي واحد صافي هذاك خصو يتخيط صافي. ونجي لهذا زي فيه مشى. غنجي لهذا نقور العنق. في نوع تاع عنق من تحت انا وتلفت بنيتي عندك دير لنا شي فضيحه في هذا. ها كنجي للعنق. ها العنق ياك كندير ليه بحال هكذا وغادي ندير ليه داكشي اللي بغيت ندخل ليها راسها. بغيت ديري فتحه في الظهر ولا بغيتي عادي يعني ندير لك 8 وجرب الراس راه كيبان صغير. ندير لك 8 دخلات لك كتعرفي تخيطي. عرفتي تخيطي 8 عندي لك تسعود. تسعود شدي بالفنين توالي يعني ديك الساعة دوزي عليه تسعود. بالنسبة للتركيز هذا راه مايمكنش غادي مايمكنش غادي نقطعو التركيز حتى حتى ديري صافي. تعرف تحفري خيطيه عليه حفريه ودي السر. اه خيطي وعلي حف عليه دي السوجي. دابا كيفاش غيتخيط هذا الخير هذا؟ داكشي اللي قطعنا غادي يرجع هذا الشيء الشيء اللي قطعنا تعاودي تخيطيه. غتعاودي تخيطيه اش درنا نقطعوه. ولكن ملي بلات كون تخيط فيه خاصها تركبي دوك. اه ملي تكوني كتخيطي صبري نقدر صافي فين غتركبي دوك. كاينين السيور عند مالي الخيوط زوينين. كاينين السيور عند مالي الخيوط زوينين. مي دوك فين غيداروا السيور؟ غديرهم في هذا نيت ولا غادي تشريهم؟ لا لا غاتشريهم. قالت لك غاتشريهم. شريهم. وهذوك فاش كيداروا السيور؟ هذوك فاش كيداروا السيور غادي تقديهم ساهل. كيداروا بهذا كيداروا باسمو. اريني نشوف طفيتي طفي الموديل. عليك دابا قبل ما غندير السيور غتحددي هذا راه كيف كاين هذاك كاين في كاين في القطعه ياك كاين في القطعه كاين في اختي نعاود نشوف نشوف شوف هنا كاين في القطعه ديال ديال الامام والقطعه الخلف الجنب ما فيهم حتى حاجه. عادي اش غديري؟ غادي هادو اللي خصك تخرجيهم. غادي تشري هاد السير راه كيتباعو هادو غتشريهم وغتقطعي منهم واحد واحد اثنين ولا كيفاش خلي لي هذا قدام منهم 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 فهمتي. هادو مثلا بحال هكذا غديري قد هكذا قد هكا ياك وغتدخلي الخيط من الداخل. ها شحال كاين؟ كاين هنا من هنا تقريبا. غتبداي يوم من هنايا غتحاولي تراسي بحال دابا مثلا هكذا نجمعها كاع. ها اه تلقوا التوبة هنا بحال دابا مثلا هنا داكشي اللي درت لك هنا ديريه في الظهر ياك 20. غنجي لهنا وغادي تعبري 20 20 وهذه 20 هادي شحال واحد جوج ثلاثة شحال خمسة شحال بيناتهم ها سبعة سبعة سنتيم ها سبعة إوا عينك ميزانك الزوينة ها سبعة بارك عليك صافي واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة ديال اسمهم صافي. دابا نفس العبار اللي درت لك هنا غديري في الجهة الأخرى. دابا هادو غتخيطيه ولو أنا نحاول نقاد لك وحدة وانتي ديريها ديريها باسمو عندك يتقلبيه. دابا هادي غتشدها غدير لها بحال هكذا دخلها بالخيط وخيط. اه دخلها بالخيط وخيط بين التوب والآخر تلقي بحال دابا هكذا غدير لها هكذا ها هي الفنيتات الخيط ها ما الفنيتات ما عجبتيش
كديريها في الداخل ماشي على برا. صافي فاطمه اخرى من الحسن حيت هادو غيعذبو كي لبغيتي تخدميهم. ها شريتي هادو هما الاولين شديهم بالفنيتات صافي. غتشدي هذا ياك الطرف الوسطاني وغادي تقطعي هادو غتقطعي تقريبا فيهم تقريبا شوفي انت هي ديك 6 سنتيم مزيانه صافي 6 5 سنتيم ودير لهم بحال هكذا وحطيهم هو الاول فيكسيهم صافي فيكسيهم فيكسيهم في الطرف الوسطاني. انا دابا عطيتك اسهل طريقه اه تخيتيهم كاملين وخيتي عادي بحال هكا كوني ثانيهم. شوف هاد الموديل ما عمرني خيطتو راه ملي كتكوني كتخدمي كيبداو يطيحو عليك يطيحو عليك البلانات اه كيكونوا يطيحو عليك البلانات. دابا هذا راه لوجه هذا راه لوجه صافي. داكشي اللي درتيه هنا غديريه هنا غنخلي لك هذا ما نحيدوش ليك. داكشي اللي درتيه هنا غديريه هنا صافي وغتشدي هذا وغادي تمشي تلصقيه تفنيتات حاول نخدم لك انا جهه وحده نسقي هذا في داك الطرف الوسطاني ماشي في الجناب في الطرف الوسطاني اللي فيه العنق صافي فاطمه الطرف اللي فيه العنق هو فاش تلصقي تلصقي هذوك تلصقيهم في تلصقيهم في هذه الجهه وهذيك في هذه الجهه والجهه الاخرى وديري نفس العبارات. شحال درنا عبرنا 20 عبرنا 20 7 7 شوفي دابا ملي غنقلب ها هما شفتيهم غيكون عندك بحال هكذا غتجيك وحده هنا وهنايا صافي وديك الساعه انت راني غتلبسيها تا كتلبسيها وبدا يدخلي السيور عقبها مزيان واضحه ما فيهاش شي حاجه ما فيهاش شي حاجه صعيبه. ايوا فرحيني ما ديري شي حاجه اللي ما سمح برك عليك ديريها اربعه وما ديروهمش كبارين بزاف غير شويه كيكونوا خرجوا غير شويه غير شويه تقريبا ولا داك السيور تاخذ منه وتقطع منه راه السيور هو نيت راه هو نيت مناش غادي تقطع منه اه هو نيت غادي ديري فيه ديري فيه شحال ديري فيه 5 4 5 سنتيم 5 5 ديري فيه 5 5 سنتيم باش يبقى لك شويه صافي واضحه البنات. بالنسبه لهذا ها احنا دابا مثلا درنا التركيز واش هذا تركيز نيت ولا شي قلبته المهم شي حاجه خيطت هنايا اه قلبتو اه هنا هنا فيه خصو يكون. دابا مثلا هذا هو التركيز غتشديه وغتحفريه حفري الامامات وقطعيهم صافي هادشي اللي عندك وغادي تكوري تلصقي الكتاف مع بعضياتهم الجنب مع بعضياتهم هادشي اللي كاين صافي خلي هذا عندك هذا راه ماشي هكذا راه راه قلبتو صافي راه قلبتو شتي راه مقلوب. المهم هادوك عقلي عليهم شي جميع الكمام باين باين ما تخافيش غنقاد لك الكمام. شحال عندك شحال درت لك في التركيز واحد شحال درنا في التركيز 21 غتكون عندك ديك 25 هكا داكشي اللي شاط اه نستي لا داكشي اللي شاط ليا في الكمام غادي نتني على زوج باغا لاستيك ياك شحال شحال درنا لك تقريبا حيت نورمالمون التركيز خصو يتعبر درنا 21 21 نديرو لك شحال حنا كنديرو اصلا كنعبر لا من غير كنعبر من غير كنعبر عبري والله الا نتوما بالنسبه لكم الكمام الا بغيتو تخيطوا هذا خلي لكم حتى كاع حتى الاخر فهمتي ما تصليش لكم حتى تخيطي البياسه وتحفريها وخدمي لكم. المهم انايا هنايا لا لا نفصلها لكم غادي ندير ليها انا ما عندي ليها ندير ليها 10 في البليات صافي. شكون اللي كيصوني من الصباح عندي ليها 10 وغادي نهبط ب 13 حليمه حجابه زوينه اوت بارلو انا هبط ب 13 وغندير ليها بلا تحيد داك الصوت نقص ليها واحد شويه نقص ليها واحد شويه من البليات ياك دابا مزيان 26 مزيان ديري اللي عجبك. المهم انا خيطيه ليا مزيان وصافي عليه ودرتيه هو درتي بوفو جيك
هبطت ب 13 ودرت ليها 26 اللي عندها وغادي نقسم ندير كمي عادي نقسم على 4 نزل بواحد ونطلع بواحد ونقول صافي انا هبط ليها ب 30 وغنجي من هنا شحال عندك في دوره ديال السطر ديال اليدين 16 شونس بيتي عريض ندير لك 16 زائد البريات اللي عندها اللي كاين هنايا يعني جا عريض شحال عندك في الطول ديال 60 بيتي لاستيك 60 ندير لك 70 طات نقصي انت صافي وغندير ليها شويه العرض لتحت هذا البنات باش يجي زوين بحال المضيف هذا وديروا السير من الثوب تبارك الله دابا راه ولا كلشي كيتبع غير قلبيه مزيان وصافي هنا كطراسيكم عادي علاش كيجيك عريض كيجيك عريض حيت كتكوني ديجا زايد زايده البلي هنا راه غنمشي ديريكت صافي هادشي كامل كيكون هنا بليز وهنا ملي كنجمعو بحال هكا بلاستيك كيعطيني ديك النفخة مزيان عن قلبي ها تعرفيش البي تعرفيش تطبطي يلا السلام عليكم.